هنا في هذه اللحظات مصافحة ما بين حكم مباراة اليوم الحكم أندو فيرتا راكوتو جونا من طبعا مدغشقر بعون كل من أوكيلو من أوغندا وأميلي جيمس من سيشل، والحكم الرابع هو سليمان ديجاما من جيبوتي. هذه هي المعطيات تشكيلة المنتخب المصري في مباراة اليوم. محمد صبحي في حراسة المرمى، ثلاثة في الدفاع أسامة جلال ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان بيكم، في أربعة في وسط الملعب كريم العراقي، عمار حمدي، أكرم توفيق، أحمد أبو الفتوح، أمامهم رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد. التشكيل الثابت الحقيقة للكابتن شوقي غريب في المباريات السابقة. المسيرة الناجحة لمنتخب مصر، فوز على منتخب مالي بهدف، ثم بعد ذلك فوز على غانا 3-2، على الكاميرون 2-1، ثم تخطي جنوب افريقيا في نصف النهائي 3-0. منتخب امامنا كوت ديفوار في حراسة المرمى الحارس إليزيير بعد اصابة ناصر ماهر، عديد من الاصابات، محمد محمود، وتابع امامنا التسديدة لكن لمستوى المنتخب الاول، عدى سيلس وكرة بالعرض لكن على طول التغطية الدفاعية ممتازة، التغطية الحقيقة من اللاعب المتالق احمد. ان شاء الله في الشهر القادم بوجود الترجي ووجود ليفربول ووجود داخل العالم 2001 وايضا في الفرانكفون، ثم كعمل كمساعد المنتخب الاول من 2004 ل 2011، وساهم في انجاز كاس للمحله واللي كان درب المنتخب الاول لكن لم نتاهل لامم افريقيا موجوده لدى المنتخب الاولمبي. كره منطلقه امامنا هنا، محاوله المرور، خطير خطير المنتخب كوت ديفوار امامنا، ولكن حكم اللقاء مرور المباريات تحسن الاداء وتحسن المردود، والدليل هو الجمهور كامل العدد النهارده في مباراه قائد المنتخب وتصريحاته، 21 لاعب راجل، ونتمنى ان شاء الله الاداء يستمر. احمد ابو الفتوح مفتاح لعب كابتن شوقي، بيثبت الثلاثه اللي في القلب اللي يملك القوه والمهاره واللياقه، لكن عندنا الروح وانطلاقه كريم العراقي وركله ركنيه لصالح المنتخب الاولمبي المصري. ركله ركنيه، شوف الادوار، ابو بكر كيتا بيلعب في بلجيكا لكريم العراقي، عبد الرحمن مجدي، تحركات المنتخب الاولمبي، بدا الريتم وبدا ايقاع اللعب، لعب مصطفى محمد، استلام مره ثانيه، استخلاص مميز، يا عيني عليك يا اكرم، اكرم توفيق يقطع الكوره ويبدا على طول، وادي التحرك الجميل لكن طويله طويله والله، كوره على طول، وشوف هنا يا ولد على الاستلام يا كريم يا لعيب، ولكن كملها كملها بقى كريم، استلام حلو قوي. كريم العراقي عنده ميزه حلوه الحقيقه، لكن المره دي ما ظبطتش معاه، وكان ايه مصطفى محمد، ناصر منسي، ومحمود الجزار، وامام عاشور، وادي كره خطيره امامنا هنا لمنتخبنا، يا ولد قطع حلو قوي، عمار يلعب كره عرضيه خطيره، هي هي مصطفى، اطلب ركله جزاء في اللقطه الماضيه، فرصه كبيره قوي لمصطفى محمد. مصطفى محمد 4 اهداف في تاريخ هذه البطولة، اللي كان طبعا في أول نصها كان أكرم توفيق، أدي أمامنا عبد الرحمن المميز جدا، عبد الرحمن وياخد ركلة ركنية، إليزي وادي الركنية العالية، وادي الكرة بيعيدها أمامنا هنا رمضان بيكم، وركلة مزدوجة خلفية لكن في فاول، في فاول، في ضربة حرة غير مباشرة هنا في اللقطة الماضية على النجم مصطفى محمد. ادي مصطفى محمد 4، يسند يسند لرمضان، لبيكم، لرمضان، يا عيني على اللمسه والتحرك، لكن ابو الفوت 7، شيخ تيميتي ملعوبه الى يوسف ضو، والعرقله فين العرقله فين العرقله امامنا هنا من كان محمد عبد السلام في اللقطه الماضيه، كده كعبل في رجل الى عبد الرحمن مجدي، كريم العراقي، هي 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 الكره العاليه لابو الفتوح بقى المره دي، رمضان المتالق يعدي ويلعب كره بالعرض، حلوه حلوه الفولو والمتابعه، لكن الكره بتعدي، كره بتعدي، يا عيني على التحرك من رمضان صبحي بشكل مميز، سجل في مرمى غانا وسجل في مرمى جنوب افريقيا، وامامنا المرمى 4-0، واحده فقط بين العرض والقائمين، تسديده من كريم، ولكن ديفوار اللي يعني بيمتص الحماس المتوقع الجماهيري، ودي دفعه دفعه وفاول دفعه وفاول امامنا لصالح ابو الفتوح، خطا على حامد تلوري. رمضان صبحي بيسدد الكره القويه من بعيد قوي يا رمضان، لكن حلوة قوي، لكن بيجيبها على يمينه ويرجع يلف ويعمل واحدة بالعرض، هي 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 الكرة، لكن عدت عدت، أبو الفتوح هو اللي مكمل في اللقطة الماضية، كرة حلوة قوي يا عبد الرحمن، انطلاقة حلوة من رمضان، عدى عدى شيل رمضان، يا ولد على التفويتة كريم، يا على حلاوة يا على جمال، كريم وهو كريم، كريم وهو كريم، رب العباد كريم، رمضان يتوكل، لكن اوعى اوعى تنسى عبد الرحمن مجدي،
روعه روعه روعه. بص شوف مصر بتعمل ايه، يا سلام على الجمال وعلى الروعه وللهدف الجميل اللي اتعمل. ايه الكره دي؟ دي مش كوره، خطير، عدى حلو قوي. تراوري، حامد تراوري، اوعى الخطوره، وكره بتسديدها، وهنا دي اسامه، اسامه جلال، كوت ديفوار، المهاره، كوت ديفوار، دروجبا، كوت ديفوار، كالو، كوت ديفوار، جيربينو. لكن النهارده يعني بتشوف اداء مصر، طب العمل الجماعي الموجود في منتخبنا في هذه المباراه. ادي امامنا، سلامتك يا اسامه، الف سلامه يا اسامه، الف سلامه عليك، الف سلامه عليك يا اسامه. الروح، شوف يا ولد، احمد ابو بكر مع الشيخ تميتي، لكن جاله على طول، وحكم اللقاء ادي فاول، فاول على ابو الفتوح، فاول على ابو الفتوح المره دي بقى حكم اللقاء. 2020 كره خطيره، واو، كره خطره جدا، ترتطم في القائم الكره اللي فاتت، لكن محمد صبحي معاها كره خطره جدا ملعوبه من الخطير، الخطير قائم من الخارج، وبدا منتخب كوت ديفوار يضغط مع تراجع مصري مع الهدف. واو، امامنا منتخب كوت ديفوار الاول، يعني خسر في مباراته اللي كانت امام المنتخب اثيوبيا 1-2 بعد ما كان فاز على النيجر طبعا في مشوار التأهل مع مدربهم إبراهيم كبارة، ولم تتأهل. ملتف في هذه المباراة، كرة العالية وصراع الكرات العالية، لكن ما طلعش. وتميتي وطارة، فيتوريا جمالايش وطارة إلى يوسف داو اللي بيلعب في نادي سبارتا براك بتشيك، وهناك فاول لصالح يوسف داو الخطير، يوسف داو. شوف أحمد رمضان ديكا بيقول له واي تمرد. أدي أمامنا بنتابع كرة العالية، محمد صبحي يطلع، محمد صبحي وفارق المهارة، فارق السرعة، لكن جات الزيادة أمامنا، لكن يضغط مرة تانية ويقاتل ويقاتل. الروح الجديدة اللي عند اللاعبين الحقيقة، والنضج اللي عند رمضان صبحي، تجربته مع ستوك سيتي ومع هدف صبحي والتقاطه للكرة اللي اتعملت، لكن هنا الضغط، وتعالى خد إنذار، تعالى خد إنذار أمامنا أهو في اللقطة. أماني، ادي امامنا جانتيري اماني يتلقى امامنا اهو حكم المباراه، يدي انذار لاماني. شوف لازاري اتصل كريم العراقي، ويدي يا راجل اللي جاي من ورا، ادي للي جاي من ورا، ارفع عينا لمصطفى، مصطفى يا مصطفى، روح اسرع مصطفى، لكن هو مصطفى توقع. فالجميله في هذه البطوله، ثبت الراجل وعدى وفات، وايه العرضيه، لكن في المغرب كان واحد لا شيء لكوت ديفوار. كره بالعرض امامنا، وادي الركنيه، لكن مباراتين اساسي مباراتين بديل، وطبعا ناصر ماهر الموجود النهارده يعني في الدك، ويدخل امامنا عمار واكرم توفيق، لكن المره دي التدخل، اوعى الفاول، اوعى الانذار، لكن عدت بسلام. انذار لكريم العراقي وانذار لاماني، وفاول امامنا هنا لرقم 18 من جانب وطاره. كوت ديفوار بتعمل هجمه، كره خطره، بيعكس كره خطيره جدا، لكن على طول اسمع صوت كابتن شوقي، اقفل اقفل صوت المعلق واسمع صوت كابتن شوقي، غريب يعني. الشوط الثاني اكرم توفيق ياخد فاول، فاول لاكرم، فاول على حامد جونيور تراوري لصالح اكرم توفيق. ادي امامنا بيقول له كده الصح، ابو الفتوح يلعب كره بالعرض، الكرات العرضيه الخطيره، هجوم من البعض وانتقاص من المنتخب، وكره الامامنا هي اللي بتتلعب. هيشارك بقى في الفتره القادمه، على طول تمريره حلوه، انطلاقه المره دي، وادي كريم العراقي، هو البحث عن مصطفى محمد، لكن ملعوبه عاليه عاليه وبعيده من عبد الرحمن، ومفضي نفسه مصطفى، بص بيفضي المساحه ازاي مصطفى، يا عيني يا عيني يا عيني على الكوره، مع مطمت في ايده، لكن يعني كانت بمسافه قريبه. ادي الكوره العاليه على طول، لكن صراع في اللقطه. عمر صلاح، شفنا مصطفى شوبير، شفنا جاد برضو حارس مرمى كان تواجد في فتره من الفترات. ادي امامنا هنا خطا، ادي الخطا، هدف واحد لا يكفي، مش مغطي الامور. وادي الكره العاليه، لكن على طول صراع محمود وكريم ندبت، كل دي اسماء قلنا عليها، ومرموش برضو، يعني قائمه اللاعبين المتالقين، محمد عبد السلام متالقين في انديتهم، ويكون حلو اهو رمضان، تفاهم والحب والانسجام هي بتاعتك، لم وادخل وعدي. لكن الراجل طلعها ولا ايه، ولا طلعت الى ركله. فكره ابو بكر دومبيا اللي دخل امامنا اهو رقم 5 التبديل، بقول لحضراتكم عليه. وادي كريم العراقي، قويه قوي يا كريم، قويه قوي يا كريم، قويه يا كريم. شوف كريم العراقي قوم الشمال يلعب كره حلوه، رمضان بص جاي فين، رمضان جاي في الجنب اليمين، رمضان عايز عمار، عدى امامنا الخطير البديل ابو بكر دومبيا. خلي بالك يا صبحي، خلي بالك، محمد صبحي في اختبار اول في هذه المباراه
يعني في خطوره في تسديده، لكن ركله ركنيه امامنا، الكرات العاليه خطره جدا وتعدي، لكن يعدي امامنا هو المرور وتمريره ومفيش رايه وخطره وضاعت الفرصه، جت فرصه خطره جدا. ادي بقى الكرات اللي بدانا نسرح فيها وفرصه ضايعه في اللقطه الماضيه، مش ممكن الكره اللي فاتت دي، مش ممكن الكره اللي فاتت. ازمات جديده في كره القدم، ما يكونش في شهداء ليهم جميع على المغفره والرحمه. على طول الكره العاليه يبحث عن الهدف الثاني، والكره العاليه وحارس المرمى يبعد عن مجال التسديد لكن يحطها حلوه قوي. عبد الرحمن العب بقى صح، وكريم، وكريم العراقي، كريم العراقي كان هيدخل التاريخ وكان هيسجل ثنائيه في المباراه النهائيه. بص التدخل المره دي خلص الموضوع على طول، اكرم ولمسه حلوه، لمسه حلوه وطار الكره العاليه على طول، تدخل المره دي خلص محمد عبد السلام. بقى في التحامات وفي عنف من جانب لاعبي كوت ديفوار، ده طبيعي لان يعني مضغوطين. بالقدم اليسرى سيلاس يلعب كره خطيره جدا لكن يقابل لوري، وده تحت ضغط المره دي عدى امامنا من عمار، كره خطره جدا، كره خطيره من ابو الفتوح وانطلاقه امامنا هنا ومحاوله وطاره وفاول، فاول في حته خطر قوي. لازم بقى في الوقت المتبقي الاربع دقائق ولا الثلاث دقائق ده لازم يثبت امامنا اهو. سيلاس رقم 15 وادي امامنا تسديده، لكن الحمد لله في قدم له من لاعبي المنتخب الاولمبي، هجمه خطيره انطلاقه من جانب دومبيا، خطر التعادل هنا في وقت قاتل في الدقيقه 89، هدف التعادل في وقت قاتل. التحرك والتوغل، وبقول لحضراتكم يعني دافعنا وهي دي كره القدم، لكن ده لا يقلل من جهد اللاعبين. هدف التعادل بيجيبه البديل اللي دخل ابو بكر دومبيا، هدف التعادل دومبيا. شوف الجمهور في اللقطه الماضيه في وقت اضافي في حاله التعادل، الكره الاماميه، كره وانطلاقه المره دي رمضان صبحي، رمضان عايز يعدي رمضان، لكن لم وسدد وحط يا راجل واعمل فولو، جول 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 جول. هو مدفع رمضان، يا عيني عليك يا رمضان، يا عيني عليك يا رمضان، يا عيني على الكوره وحلاوه الكوره. واحمد ياسر ريان، مش ممكن احمد ياسر ريان اللي بيصنع في اللقطه الماضيه الكوره الجميله اللي